بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم في محاضرة قصيرة حول كيفية عمل مشاهد فيديوية لمشروع طاقة شمسية باستخدام برنامج السكتشر. طبعا مثل ما شفنا احنا في المحاضرات السابقة، عندما ننجز عمل ممكن أن هذا العمل نريد نعرضه على شكل فيديوي لجمهور من الناس أو للجهة العليا، بحيث أنه هذا العرض أشبه بالعرض التقديمي ولكن بوضع فيديوي. على سبيل المثال، أنا عملت مشروع لطاقة شمسية في محافظة بغداد، والمشروع مخزن. هذا المشروع راح أستدعي وراح أعمل منه مقاطع أو مشاهد سينز حتى أحولها إلى فيديو على شكل باوربوينت. وممكن هذا يعني إذا كان هذا المشروع حقيقي ممكن أنه يعرض على الجهة الإدارة العليا، ممكن أن تشوف أو تأخذ صورة مفصلة من خلال المقاطع الفيديوية عن المشروع، وممكن أحد ممكن أنه يكون أحد أسباب قبول أو رفض المشروع أو إعطاء ملاحظات. من ناحية المبدأ، أنا راح أستورد الملف المخزنة. طبعاً هاي أيضاً حتى نتعلم شلون نستدعي مشروع سابق، نروح على فايل أوبن. أنا حافظه باسم Solar System عن بغداد بالاس. أو راح أستبدله طبعاً، لأن هذا ما عليه الصورة. حتى اوكي، هذا المشروع طبعا عندنا الريبورت مالته، التقرير اللي هو اسرع نشوفه ولا ريكالكوليت، وايضا راح يحسب لنا طبعا الشادو لوسز. راح ننتظر لحد ما يكمل التقرير. طبعا هذا موقع المشروع في بغداد، وبالتحديد اختاريت المباني او المثقفات في معرض بغداد الدولي. ننتظر التقرير. طبعا هنا يحسب لي الشادو، واشوف شلون راح احوله الى باوربوينت بشكل فيديو. اكتمال التقرير، المرحله الاخيره اللي هي تاسك 3 كالكوليتنج لوسز، ياخذ بعض الوقت طبعا. تمام، الآن أصبح عندي هذا البيسك ريبورت اللي هو ينطيني الإجمالي. طبعا هذا التقرير شرحته، أنا ما راح أعيد الشرح مال التقرير، بس خلينا نجي على اللوح. البيك باور للوح هو 320 واط، وعدد الألواح المستخدمة 2856 لوح، ووزن اللوح 21 كيلو اللوح الواحد، والمحطة القدرة الإجمالية هي 913 كيلو واط، والشيدنج لوسز 32%. طبعا نلاحظ انه عندنا اشهر، طبعا عندنا الشيدنج لوسز على حسب الاشهر، وعندنا ايضا حسب البنايات. المهم احنا هذا التقرير حكينا عليه، ومثل ما قلنا هذا التقرير نقدر نطبعه ونصدره. المهم هسه عرفنا القدرة الإجمالية للنظام مالتي. أريد أسوي مشاهد تمثيلي فيديوية على شكل باوربوينت. طبعا أول خطوة، هذا طبعا هو المشروع مالتي، أروح على أداة سين. أداة سين طبعا أروح على الويندو ديفولت تري، ولاحظ هنا طبعا من ضمن الخيارات الموجودة بالديفولت تري هو السين. إذا طبعا تأشر عليها تنطيها تشيك ماوس اللي هي علامة الصح، فمن نجي هنا طبعا نشوف هذه النافذة اللي هي الماتيريالز تحت التري والكومبوننت
والشادو، وهنا طبعا عندي السينز حتى اعمل مشاهد. لاحظ هنا طبعا عندي على هذه الابديت سين وبلس، يعني اد سين اضف مشهد او اطرح مشهد. وهنا طبعا هنا راح يصير عندي موف، احرك المشهد للاعلى وللاسفل. وهسه راح نشوف ان هنا طبعا الديتيلز سمول تاب نيلز، يعني على شكل صور مصغره، او لارج راح اخليه على شكل لارج اذا اريد هذا الخيار التفصيلي. وايضا ممكن عندي هنا طبعا المنيو، اقدر هنا من هاي القائمه اضيف صور او مقاطع سكشنز، واقدر اضيف هاد سين وذ ماتشد فوتو، يعني ممكن انه اضيف صوره من مصدر خارجي اللي لها علاقه. انا على سبيل المثال راح اضيف صوره، هذه الصوره، هذه الصورة هسه أنا حاليا ضفتها، تمام. أقدر طبعا أسوي لها adjustment وأغير بيها، تمام. هذه هي تمثل المشهد الأول. نروح طبعا نرجع لخيار السين. الآن طبعا المشاهد هو انه ممكن نضيف المسقط التوب فيو والفرونت فيو والسايد فيو والايزومتريك فيو، وممكن انه اخذ يعني كانما بدل ما استخدم اداه الاوربت والبان والزومينج، زوم ان زوم اوت او زوم اكستنت، ممكن اني استخدم السينز كمشاهد من خلال اخذ صور او مشاهد للمشروع مالتي واعرضها على شكل سلسله فيديويه. هسه اذا اريد اضيف اد سين، طبعا هنا راح تطلع عندي، واقدر بنفس الوقت اقدر الغي، يعني البلس هو اديشن والماينس هو ريموف. أشر طبعا هنا اذا اريد اسوي ريموف اقول له يس. اجي انا بالنسبه لي هسه هذا اعتبرها المشهد الاول، اجي احرك، اريد اشوف احرك مشروع مالتي، اخذه من عده زوايا بحيث انه يجذب نظر المشاهد او الناس العاديين او الى او جهه مسؤوله معينه. هنا طبعا مثل ما تشوفون هذه باللون الاسود هي طبعا تمثل القيم للشيدنج لوسز على كل سترينج، وهذا حكيتها انا طبعا بالمحاضره السابقه اللي كانت ذات العلاقه. طبعا من هنا طبعا نضغط على الري فيو، ممكن ان نخليها شفافه تظهر عندي بس الارقام مثل ما شفنا، تطلع فقط الارقام واسوي لها زومنج واشوفها. وممكن هنا طبعا اخليها الالواح بلونها الاعتيادي، انا اخليها بلونها الاعتيادي حتى تظهر بالشكل الطبيعي. واخذ اجي طبعا اخذ مشهد على سبيل المثال لهذا بهذا الوضع، واقول له اد سي. هذا صار المشهد الثاني. اجي اغير اغير وازوم، طبعا احرك، طبعا اقدر اغير المشهد اللي انا اريده. يعني بحيث انه عملية عرض مثيرة لانتباه الأشخاص أو المسؤولين أو الناس العاديين أو أي الهدف اللي أنت قاعد تقدم من عنده العرض أو في محاضرة. وأضيف أيضا أقول له آد سين، صار عندي المشهد الثالث. أجي أغير
واقول له هاي سين. طبعا كل ما يكثر عدد المشاهد كل ما تكون فترة العرض افضل. اجي اخذ هذا هذا المشهد overview او اخذه بشكل ايزومتريك من الجهة الخلفية، ايضا انطيه اد سين، انطيه ايضا اد سين، اغير احرك احاول اغطي كل المشروع. ضيقات سين طبعا المشهد اللي ما يعجبني طبعا ممكن اروح اسوي له حذف او ازاله. ناخذ السايد فيو واقول له ايضا اد سين، اسحب اقول له اد سين وانطيه اروح على توب فيو واكبر، خذ توب فيو واقول له اد سين المشهد العاشر. ايضا اخذ ليفت سايد طبعا الصور بالبرنامج تكون يعني جدا الاستجابة مالتها بطيئة. ليش؟ لانه عدد بيانات التحليلية جدا واسعة، فحتى الريسبونس مال البرنامج يكون بطيء جدا. اسحبه للاعلى كل ما كثر عدد كل ما ينطي انطباع اكثر بالاد سين، واروح على الايزومتريك او الثري دايمنشن اسحبه كل ما تكون المساحة أقل كل ما تظهر تفاصيل أكثر. طبعا هو خلال عملية اختيار السلكشن بالجيوغرافيك لوكيشن طبعا حتى أيضا تقل عن عملية الريسبونس يكون أسرع. ليش؟ كل ما تكثر الصور كل ما يكون سرعة تعامل البرنامج يكون الصور الأقل تعامل أكثر بالأداء أو الريسبونس. أيضا أقول له Add Scene آخذ الصورة طبعا هنا، أيضا آخذ الصورة أو مشهد، والآن أصبح عندي حدود 14 مشهد. ايضا اخذ هنا صورة. الان هذا كافي عدد المشاهد. خلي نشوف شلون راح نحولها الى الفيديو. ما تشوفون هي هاي الان المشاهد اللي خليناها، من نضغط على نعطي دبل كليك على اي مشهد نقدر يطلع لنا خيار اد سين او ابديت سين او رينيم سين او ديليت سين او يوز سينز
تبنية يعني تفاصيل مصارع أو آد سين ويد ماشت فوتو أو هاي ديتيلز. طبعا خلينا ننطي الأبديت وأقول له أشر كل هذه وأروح على الرينيم. تطلع عندي نافذة بالأسفل ده يقول لي including the animation. أقدر أسمي هذا المشهد أي اسم أسميه، مثلا scene number scene of مثلا top view. أنت شنو تريد تسميه وتقدر هنا تخلي له وصف. وهنا طبعا properties to save camera location، المناطق المخفية الـ hidden geometry، الـ visible layers، الـ active sections، plans و style. أقدر أشير عليهم كلهم ذني، وهكذا بالنسبة للبقية. يعني أقدر أسميها كل مشهد أقدر أسميه بنفس الطريقة. حتى بعد ما أكمل كل هذه التسمية أروح طبعا هنا شلون أعمل الأمر مع التحويل إلى هاي المشاهد إلى فيديو. أروح على فايل وإكسبورت، وعند 3 dimension model to the graphic animation وفيديو. طبعا هنا أحفظه على مكان وأقول له سيف، أسميه وأقول له إكسبورت. راح يحدد لي الوقت عملية تصدير هذه الصور على شكل فيديو. راح ننتظر على ما تكمل استميت التايم حدود 6 دقائق يطول. راح ينخزن واقدر نشوف عملية الاكسبورتينج، لانه الصور تتحول الى فيديو تاخذ وقت، فلازلنا يعني 29% من الاكسبورتينج. ننتظر الى نكمل النقل على شكل فيديو ومن ثم نجري تشغيله بعد ما يكمل. بعد ما يكتمل طبعا الفيديو خلاص اتخزن، اروح اشغل الفيديو. طبعا اتخزن على الديسكتوب، اروح استدعي. طبعا وانا خزنته راح استدعي اول فيديو اللي خزنته، راح ينعرض حسب الصور اللي انت اختاريتها. طبعا راح يكون طريقة العرض مالته، وممكن انه تغير وتبدأ به وتضيف اضافات يعني خارجية ممكن انه تضيف. وهذا هو الشكل اللي انا طبعا على ضوء ما اختاريت من مشاهد وصور جانبية و توب فيو سايد فيو ايزومتريك وقضايا اعلانية. هذا هو كل بهذه الطريقة. طبعا لهنا وتنتهي المحاضرة. أرجو من متابعيني ومشاهديني لقناتي أن يعملوا على اللايك على الشير لغرض أن تسود الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.